السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في قناتي، معكم مستر علي السيد، وإن شاء الله مكملين الوحدة الثانية. إن شاء الله النهاردة هناخد grammatical hints اللي هي الملاحظات اللغوية، وكمان هناخد skills، هناخد قطعة فهم، هناخد مقال، هناخد ترجمة. هنبدأ الأول بالgrammatical hints صفحة 102. عندنا قاعدة اسمها causative. causative معناها السببية، أو بيسميها كتاب المعاصر المفعول لأجله السببية، يعني معناها إنك بتخلي حد يعمل حاجة أو بتخلي حاجة تتعمل. في الحالتين أنت مش بتعمل حاجة. هنبدأ الأول بجزئية المعلوم، المبني للمعلوم. عندنا مثلا هقول مثال I had a doctor، يعني هاد هنا مش معناها امتلكت، معناها خليت. خلي بالك الافعال اللي جايه دي افعال السببيه اللي هي get او have، معناها يجعل، يعني كده شبه ايه make. خلينا نقول يجعل. طيب I had a doctor يعني انا خليت طبيب مثلا check my teeth، check my pressure، ضغطي تمام كده، او اسناني ايا كان. خلينا في الضغط عشان موجود عندكم في المنهج pressure. طيب نركز كده مع بعض. عندنا فاعل ثم فعل سببية هنا have، ثم فاعل انا هخلي الفاعل ده يعمل حاجة، يعني الطبيب ده بيفحص اسناني او ضغطي ايا كان. تمام، دايما في مصدر بعده ايا كان الفاعل ايه، يعني ممكن تلاقي هي وشي وات بعده مصدر، فده شكل غريب انا عارف، لكن هنا القاعدة have هي اللي خليت المصدر. يبقى هتلاقي فاعل يجعل فاعل اخر يفعل شيء بهاف، يبقى لازم مصدر. زي المثال قدامكم I had a doctor check my pressure. طيب ما احنا عندنا فعل تاني اسمه get، هقول I got، جعلت في الماضي بقى a doctor طبيبا، I got a doctor، المرة دي بقى to check my pressure او my teeth ايا كان. يبقى القاعدة مع جيت ايه بقى؟ هنقول فاعل تمام كده، جيت بمعنى يجعل برضو، طبيبا اللي هو الفاعل التاني اللي انت هتخليه يعمل الحاجة، بس المرة دي في ايه؟ تو والمصدر مش مصدر فقط. كمان مرة في المبني المعلوم مع هاف ثم المفعول به في مصدر تمام كده، لكن مع جيت ثم المفعول به تو والايه؟ والمصدر. معناهم ايه؟ معناهم يجعل. طب معلوم ولا مجهول؟ معلوم. طيب ننتقل بقى للمجهول. مجهول تمام. طيب مثال الاول عشان نطبق عليه I had my pressure، انا جعلت ضغطي يقاس checked او يفحص. حد كده فهم القاعدة؟ هنبدأ بالفاعل اللي هيخلي حد، والمرة دي بقى get او have مش هتفرق، get او have مفيش فرق ما بينهم. ثم بعد كده ايه بقى؟ نائب الفاعل او المفعول به، نائب الفاعل او المفعول به الذي سيفعل فيه الشيء، زائد تصريف ثالث. يبقى checked هنا تصريف ثالث، ركز معايا، تصريف ثالث من غير verb to be ولا اي حاجة. طيب مثال تاني للتأكيد، هقول مثلا احمد always دائما، هستخدم زمن تاني غير الماضي عشان انا ممكن استخدم اي زمن، always مثلا has او gets الاثنين واحد زي ما اتفقنا في المجهول مفيش فرق. احمد always has او gets his car checked by the mechanic، دايما احمد بيخلي عربيتي تفحص بواسطة الميكانيك، ممكن اقول by the mechanic او ما اكتبهاش. بدأنا بالفاعل اللي هو أحمد، ثم فعل السببية اللي هو get أو have ونصرفه حسب الفاعل، ثم بقى نائب الفاعل زي ما اتفقنا، نائب الفاعل، ثم التصريف الثالث بدون أي verb to be، تصريف ثالث فقط. أظن كده وضحت جدا. كده شرحنا الـ causative اللي هو المفعول لأجله أو السبب، زي ما اتفقنا الفاعل ثم have أو get مع have في مصدر فقط بعد الفاعل اللي انت هتخليه يعمل حاجة، طبعا كل ده في الايه؟ في المعلوم، مع get في to والمصدر.
كل ده في المعلوم. طيب في المجهول بقى زي ما اتفقنا يا شباب الاتنين واحد، سواء have او get، ثم نائب الفاعل او المفعول به زائد التصريف الثالث اللي هو الباست participle. نيجي بقى لجزئية السوبرلاتيف adjective، صفات التفضيل. زي ما اتفقنا عندنا short adjectives، صفات قصيرة، وعندنا صفات طويلة long adjectives. تمام؟ طيب هناخد مثال على short adjective في وضع السوبرلاتيف اللي هو التفضيل. يعني ايه وضع التفضيل يا شباب؟ يعني مقارنة ما بين مثلا طرف ومجموعة، طرف وايه؟ ومجموعة، وبندي الطرف ده صفة رقم واحد، الصفة رقم ايه؟ واحد، عشان كده سموها السوبرلاتيف. طيب الحاجات دي طبعا خدناها في ابتدائي بس بنراجعها تاني ابتدائي واعدادي. مثال على صفة قصيرة كلمة easy، easy يعني سهل، تمام كده؟ هنضيف لها the قبلها و est في اخرها، بس نقلب الواي الى iest، the easiest يعني الاسهل. هقول مثلا this is the easiest، هذا هو اسهل question، ده اسهل سؤال I have ever مثلا I've ever answered، جاوبته قبل كده. يبقى هنا اسهل سؤال جاوبته قبل كده، الطرف اللي هو سؤال والمجموع اي سؤال تاني. طيب ناخد مثال على صفة طويلة مثلا كلمة beautiful، beautiful دي صفة طويلة يعني أكثر من مقطع beautiful. طيب هنضيف قبلها the، خلينا نبعد شوية عشان طويلة، the وبعدها most أو least لو فاكرين، most أو least يعني الأكثر أو الأقل. هقول مثلا she is، هي تكون the most beautiful beautiful girl in my class مثلا، هي اجمل بنت في الفصل. يبقى واضحة جدا الصفة القصيرة بنضيف لها the est والطويلة the most او the least ثم الصفة الطويلة. يعني اذا اجباري في the في الاول ثم الصفة القصيرة بنضيف لها est، والطويلة بتكون يا most يا least زائد صفة طويلة. تمام كده؟ يعني ذا إجباري. إمتى بقى ذا ما تكونش موجودة أو نرحلها أو نغير مكانها؟ أول احتمال لما استخدم عدد ترتيبي، هقول the first largest city يعني أول أكبر مدينة. هنا الذا ايه؟ الذا مش جاية بعدها مباشرة صفة التفضيل، لا في النص في عدد ترتيبي اللي هو first second وهكذا. يبقى اول شكل ان الذا ما تكونش بعدها على طول صفة التفضيل بتاعتها يكون في النص في ايه؟ عدد ترتيبي. الشكل التاني بقى هنحذف الذا خالص في حالتين، في حالة apostrophe s الملكية، او في حالة صفة الملكية. صفة الملكية يعني ايه؟ صفات الملكية اللي هي my زائد الاسم، his يعني ملكه زائد الاسم، her ملكها زائد الاسم، their ملكهم زائد الاسم وهكذا. طيب ناخد امثلة، هقول مثلا اكبر Egypt's، اكبر مدينة في مصر Egypt's largest city، largest city in Egypt او Egypt's largest city. هسألكم سؤال هنا، فين يا شباب الذا؟ ما هو عندك est زي ما اتفقنا فوقه اجباري في ذا صح؟ طب فين الذا هنا؟ مفيش عشان في apostrophe اسم الكي، ده اول شكل. الشكل الثاني هقول مثلا هو اقرب صديق ليا، he is my closest friend، هو اقرب صديق ليا. الطبيعي ان close يعني قريب، ضفنا لها st مش est عشان اخرها ايه، والمفروض يكون قبلها ذا صح؟ بس هنا حذفت لوجود ايه؟ صفة ملكية. كمان مرة مراجعة، بنحذف الذا قبل صفة التفضيل في حالتين، apostrophe s الملكية او صفة الملكية. وممكن ارحل الذا بعيدة شوية عن صفة التفضيل بتاعتها لو في عدد ترتيبي في النص. طيب قاعدة بقى التصريف الثالث كبديل لعبارة الوصل، ركزوا كده على المثال ده، بيقول the novel
الرواية which التي was written by أحمد. وخلينا باي علي، خلاص باي علي مش عشان اسمي عشان قصير بس باي علي. تمام، مالها الرواية التي كتبت بواسطة علي؟ هنا المعنى ناقص صح، محتاجين مالها الرواية. مثلا was great، كانت رائعة، was great. طيب هنا فين جملة الوصل أصلا يا شباب؟ جملة الوصل أهي، دي جملة الوصل، يعني بتربط ما بين جملتين. الجملة الأساس كانت the novel was great، الرواية كانت رائعة، بس هو عايز يحدد رواية مين. بيقولك في الحالة دي لما تكون جملة الوصل معناها مجهول، was written مبني مجهول ماضي بسيط، مجهول أهو passive، تمام، تقدر ساعتها تشيل ضمير الوصل مع الفيرب تو بي اللي بعده اللي هو مين بقى، اللي هو which ضمير الوصل و was، فتبقى الجملة كالتالي the novel written by علي was great، فتبقى مع التصريف السادس فقط اللي هو written، يبقى the novel written by علي was great هي بالظبط the novel which was written by علي was great، والاتنين صح. يعني مش اجباري نعمل كده، لا ده الموضوع اختيار، الاتنين صح تماما. as، كلمة as بقى مهمة خالص، ليها اكثر من معنى. اول استخدام ليها نترجمها ك، يعني مثلا he works as a teacher، as a teacher هو يعمل كمعلم، يبقى هنا ايه as معناها ك، زي as a police officer كضابط للشرطة. طيب ممكن يجي بعدها تصريف ثالث وكان اصلها جملة مبني مجهول، يعني مثلا he works hard هو يعمل بجد، as planned كما مخطط له، كان اصلها he works hard as it has been planned. has been planned دي جملة مبني مجهول مضارع تام، ممكن نحذف الفاعل او نائب الفاعل تمام كده، و has been ونسيب التصريف الثالث. يبقى as لو بعدها تصريف ثالث كان اصلها مبني للمجهول ايا كان الزمن ايه، مش شرط مضارع تام، ايا كان الزمن ايه. طيب as ممكن نستخدمها as a conjunction، conjunction يعني رابط بتربط ما بين جملتين، ممكن يكون معناها لان او بينما، يعني مثلا في الجملة الاولى دي هنا تساوي بالظبط while، بينما بيقول he fell asleep يعني هو نام as بينما he was watching a film كان يشاهد الفيلم، ممكن يكون معناها because وبعدها جملة كاملة برضو، ما هي رابط تمام، as لأن she was ill لأنها كانت مريضة تمام كده. ففي الحالة دي تساوي because لأن، ومين فاكر عارفين sense بتاعت المضارع التام ليها معنى تاني برضو لأن. طيب الفرق ما بين but و but still، الفرق بسيط جدا، but بتدينا تناقض، وكلمة تناقض اسمها contrast، هتقابلك في تالتة سنة وكتير. contrast يعني تباين أو تناقض ما بين الجملتين في الفكرة الرئيسية. يعني مثلا هنا I asked for another glass، يعني أنا طلبت كوب تاني من العصير، من عصير البرتقال، but there was no more، بس ما كانش فيه تاني، خلاص كده في تناقض. لكن but still يعني واحد مصر على حاجة رغم أنه شايفها، there was no more orange juice، ما كانش فيه عصير تاني، but still وما زال، ولكن ما زالت البنت بتطلب كوباية تانية، يعني هي شايفة ان مفيش عصير وبرضه هي مصرة انها ايه تطلب حاجة دي. اذا but لوحدها معناها ولكن في تناقض في الافكار، لكن but still معناها في ايه تناقض في التوقع او الرأي ما بين الجملتين. نترجمها حرفيا نلاقيها ماشية ان شاء الله. طيب نركز جدا على thanks to لان مهمة خالص واشبهها او ما يساويها. thanks to يعني بفضل او بسبب، يعني مثال هقول بفضل الله مثلا صحتي كويسة، يبقى thanks هنا مش هقول شكرا ليه، بفضل thanks to الله يعني الحمد لله، او بفضل الله I have مثلا a good health، I have a good health لدي صحة جيدة، I have a good health تمام. يبقى هنا thanks to معناها بفضل، ممكن تساوي بقى because of، because of بسبب، ما هو بسبب الله يعني بفضل الله، because of وبعدها اسم على طول noun. عندنا كمان تساوي owing to، owing to يعني برضو بفضل او بسبب، owing to زائد noun. طبعا noun او verb ing دي صح ودي صح. كمان عندنا كلمة كمان اسمها due to معناها بسبب، due to معناها بسبب برضو بعدها noun او verb ing. مثال تاني للتأكيد هقول مثلا due to
heavy rain بسبب المطر الغزير هقول I couldn't come to work. I couldn't يعني أنا ما قدرتش مثلا go to work أروح الشغل. في الحالة دي يا شباب أقدر أشيل due to وأقول إيه owing to يعني بسبب، ممكن أشيلها وأحط برضو because of. ولكن بقى في المثال ده تحديدا ما ينفعش أقول thanks to، لأن thanks to معناها بفضل، فأقول مش منطقي أقول بفضل المطر الغزير. المطر الغزير ده شيء سلبي، فما ينفعش أستخدم thank to أو thanks to. وضحت؟ ونفرق ما بين thanks to thanks for. thanks for يعني شكرا على الشيء اللي اتعمل، thanks for كذا، تمام؟ thanks for being كذا كونك كذا، يبقى شكرا لانك عملت الحاجة. thanks for helping me، شكرا لمساعدتك اياي، وهكذا. يبقى thanks to يعني شكرا للحاجة اللي انت عملتها، لكن thanks to يعني بفضل بعد كده الاسم اللي بعد to. ننتقل للحل على language hints. هنبدأ برقم واحد، بيقول I want to get a carpenter knock the front door of my house. هنا قاعدة السببية زي ما اتفقنا، بيقولك أنا عايز أخلي، قلنا جيت هنا معناها يجعل يعني، أو بالعامية يخلي النجار إنه يعمل حاجة، النجار اللي بيعمل، وبالتالي دي سببية معلوم. وعندك جيت يبقى تو المصدر على طول، إذا الإجابة هتكون تو فيكس، لكن لو قالها هاف هتبقى فيكس فقط. رقم اتنين، that man had his kidney نقط، هذا الرجل جعل كليته نقط in his brother. جعل الكلية، يبقى هنا نائب فاعل الكلية، ما هو الكلية مش تزرع، تزرع، نائب فاعل، يبقى محتاجين تصريف ثالث فقط اللي هي transplanted. يبقى معنى الجملة تلك الرجل جعل كليته يتم نقلها او زرعها في اخيه. رقم ثلاثة بيقول I went to the mechanic، انا رحت للميكانيكي عشان ايه to have نقط، وقال لك repaired my car، my car repaired، my car repair، my car repairs، يبقى لكي اجعل سيارتي my car تصلح، تصريف ثالث يبقى repaired. انا عارف ان هي مش موجودة في العربي او الصيغة دي، ولكن يعني ممكن نترجم عربي، انا رحت للميكانيكي عشان اخلي عربيتي تتصلح، مفيش مشكلة، ماشي. يبقى have او get الاتنين صح، قلنا الاتنين صح تماما، ثم نائب الفاعل ثم التصريف الثالث، يبقى الاجابة تكون في B my car repaired. رقم اربعة بيقول not a teacher I have the qualities and qualifications that make my students understand well. بما ان مدرس او كمدرس فانا لدي الميزات او الخصائص والمؤهلات التي تجعلني اجعل طلابي ايه يفهمون جيدا، يبقى كمدرس اسمها as a teacher، as a teacher. خمسة رودينا has a cousin، رودينا لديها ابنة عم نقط زمزم، تسمى زمزم، تمام؟ المفروض كان اصلها who is called التي تدعى وتسمى، دي اسمها جملة وصل في المجهول، فنقدر نحذف ضمير الوصل والفيرب تو بي اللي بعده فتبقى كولد، يتبقى التصريف ايه الثالث، يبقى الاجابه كولد تسمى. رقم ستة بيقول مستر ناصر از ماي نوت فريند اوف ذيم اول، هو افضل صديق لدي من بينهم جميعا، يبقى سوبرلاتيف، يبقى بيست فريند، واحنا قلنا بيست دي صفه ايه تفضيل، والمفروض قبلها ذا، ذا بيست، ولكن لما يكون في صفه ملكيه بنحذف ذا، تمام كده؟ اذا الاجابة هتكون مش the best، best فقط اللي هي في بي او دي. رقم سبعة بيقول نقط she was busy، نقط هي كانت مشغولة، she refused to help me. يبقى لانها، محتاجين كلمة لان، طيب بالراحة كده، ولان بعدها اسم ولا جملة؟ لا جملة يا مستر، عندك she the subject اللي هو الفعل، وعندك الفعل، وعندك تكملة الجملة يعني جملة كاملة، فبيكوز اوف عايزة noun او verb ing، مستحيل مش جملة كاملة. on برضو نفس الفكرة، عايزة verb ing او noun ومعناها عند او بمجرد. as لها معنى بينما وبعدها جملة، ومعناها لان زي هنا وبعدها جملة، اذا دي سليمة. طيب as لو بعدها اسم معناها ك، during بعدها اسم معناها اثناء. رقم 8 بيقول I did the job well، يعني أنا قمت بأداء الوظيفة جيدا، نقط agreed،
like, for, since, as, as agreed، يعني كما هو متفق عليه. اتفقنا ان as لو بعده تصريف ثالث كان اصلها ايه شباب؟ as ومبني المجهول، جملة مبني المجهول، يبقى I did the job well as it was agreed on، يعني كما اتفق على الموضوع ده، خلاص؟ يبقى كان اصلها مبني المجهول. رقم 9 بيقول we have the equipment، لدينا المعدات، وكلمة equipment معناها معدات، وده اسم لا يعد. وخلي بالك have هنا مش معناها يجعل، لأن لو بصيت في الاختيارات تلاقي need يحتاج، هي جعلنا المعدات يحتاج مش جاي، هي معناها نحن نمتلك المعدات، نقط for our work لعملنا. طب يعني ايه needed؟ needed يعني المطلوبة، يبقى هي الإجابة. طب تقول لي ازاي يا مستر؟ اشرحها لك قاعدة. بص يا سيدي، بيقول لك نحن لدينا المعدات التي تكون مطلوبة، يبقى which، ها which ايه؟ which is مش are، خلي بالك عشان معدات ده اسم لا يعد، ما تقولش are. which is needed، التي تكون مطلوبة. واتفقنا نقدر في حالة المبني المجهول في جملة الوصل نحذف ضمير الوصل مع الفيرب تو بي اللي بعده، يتبقى التصريف الثالث اللي هو needed. طيب رقم 10، I have my blood، أنا أجعل ضغط دمي نقط every week، يفحص. يبقى محتاجين التصريف الثالث، ودي اسمها سببية مبني للمجهول. اتفقنا القاعدة كالتالي، فاعل ثم فعل السببية have أو get، في حالة المجهول ما فيش فرق ما بين الاتنين، ثم نائب الفاعل، نائب الفاعل، ثم التصريف الثالث ده في المجهول. فبالتالي احنا محتاجين التصريف ايه؟ ايه الثالث يا شباب؟ رقم 11، the last match، الماتش الأخير، was صلاح's not game ever، كان أحلى لعبة لصلاح أو أحلى ماتش لصلاح على الإطلاق. لما تلاقي ايفر في آخر الجملة ترجمها على الإطلاق، ومعناها إن في صفة تفضيل قبلها، يعني رقم واحد. great دي صفة عادية، greater دي مقارنة، greatest تفضيل، دي the greatest تفضيل. ولكن اتفقنا في حالة الأبوستروف اس الملكية أو صفة الملكية مفيش ذا، بنحذفها. إذا الإجابة هتكون مين؟ greatest، ودي خطأ عشان الذا. رقم 12 بيقول I arrived home نقط mom was preparing lunch، أنا وصلت البيت نقط ماما كانت بتحضر الغداء. طيب المعنى المقصود هنعرفه من الاختيارات، before يعني يعني قبل، تمام كده؟ طيب بص معايا، ركز كده، في الماضي المستمر، الماضي المستمر معناه ايه؟ حدث كان مستمرا أثناء حدث آخر، يبقى تحضير الأكل كان مستمر لما أنا وصلت، هنا حدث قاطع عشان كده ماضي بسيط. في لما يكون ماضي مستمر انا قلت اثناء حدث اخر سواء طويل او قصير، فما فيش ترتيب احداث، فما فيش قبل وبعد دي خالص. طب از يعني ايه؟ از ممكن تكون لان او بينما، صح؟ هتقول لي هنترجمها هنا ايه؟ بينما. واتفقنا لان وبينما بعدها جمله كامله كرابط، يعني هنا كرابط سليمه. لو قلت بينما تمشي، انا وصلت البيت بينما ماما كانت ايه بتجهز الاكل، فكان اصلها وايل، واحنا قلنا وايل تساوي از وجاست از، صح؟ في الوحده الاولى، اذا هنا تساوي از، اذا اجابه از. طيب سينس غلط ليه؟ لان سينس معناها لان لو ربطت ما بين جملتين او منذ، تمام، ولازم لو منذ يكون قبلها مضارع تام، وبالتالي خطا. وقلنا اون لو معناها عند او بمجرد، بعدها فيرب اي ان جي او ناون، مش محتاجينها اساسا لان في جمله كامله هنا. رقم 13 بيقول as نقط ice is lighter than water، كما نقط، فالايس التلج ده is lighter اخف من الميه. as no ولا knows ولا new ولا known، عايز يقول كما هو معروف. as قلنا ممكن يجي بعدها تصريف ثالث، وكان اصلها مبني مجهول، فكان اصلها as it is known، as it is known. وليه هنا اخترت تحديدا زمن المضارع البسيط المبني المجهول؟ عشان دي حقيقة، يبقى as it is known كما هو معروف، نقدر نحذف الفاعل مع is، يتبقى التصريف الثالث as known كما هو معروف as known. 14 نقط I was very tired I didn't finish studying unit 2، يبقى لأني كنت متعب ما قدرتش أكمل مذاكرة الوحدة الثانية. طيب سو معناها لذلك مش لأن. طب owing to معناها لأن أو بسبب، بس محتاجة بعدها إيه؟ اسم أو verb ing، لكن هنا في جملة كاملة أهو، فاعل فعل تكملة. طيب since لو معناها لأن محتاجة جملة كاملة فتمشي، دي جملة كاملة. because of نفس فكرة be اللي هي owing to، محتاجة بعدها إيه؟ noun أو verb ing، وبالتالي الإجابة هتكون إيه؟ since، اللي هي تساوي هنا as أو because، يعني لأن. ننتقل لقطعة الفا،
هنقرأ بالراحة ونترجم الكلمات الهامة واكتب معايا كل الملاحظات، لأن أهم سؤال في اللغة الإنجليزية سؤال قطعة الفهم. بيقول many people الكثير من الناس think يعتقدون that أن having a private car إن يكون معاهم عربية ملاكي، وهنا private معناها ملاكي يعني أو ملك، will solve معناها يحل، سيحل كل الايه all their transport problems كل مشكلات أو مشاكل وسائل مواصلات in a crowded city في أي مدينة مزدحمة. وقلنا كلمة crowded معناها مزدحم، خدناها في المنهج crowded اللي هي تساوي إيه؟ تساوي busy بالضبط. however ومع ذلك cars السيارات might be a source ربما تكون مصدرا للمشاكل. a source of trouble تساوي بالضبط a source of problems نفس المعنى، مصدر للمشاكل أو المتاعب برضو تمشي لإيه؟ to their owners لأصحابها. spare parts كلمة spare لوحدها معناها إيه؟ حاجة استبني كده. spare parts معناها إيه؟ قطع الغيار، هنا بقى قطع غيار السيارات spare parts. spare parts قطع غيار، قطع غيار. ما ننساش لو كلمة spare بعدها time يبقى spare time وقت الفراغ. spare parts قطع الغيار and the cost وتكلفة of fuel الوقود اللي هو البنزين وكده have become so expensive بقت غالية جدا. garages are crowded الجراشات كانت ايه او ما زالت مزدحمة. are crowded ده مضارع بسيط مجهول يبقى تكون مزدحمة او are بعدها ايه صفة crowded. so many people عشان كده الكثير من الناس leave their cars يتركون سياراتهم for the night فترة الليل in the streets في الشوارع and that makes them exposed to theft وده يجعلهم معرضين لي exposed to يعني معرض لي. خلي بالك انا قلت لي وبالتالي to بعدها ايه noun او verb ing مش مصدر يبقى exposed to معرضين للثفت السرقة سرقة or fining أو التغريم. كلمة fine يا شباب كلمة fine كصفة معناها إيه؟ معناها جيدة أقول it's fine يعني حاجة كويسة I am fine أنا كويس تمام، لكن كفعل معناها يغرم وكاسم معناها غرامة وجاية منها الفاينينج اللي هو التغريم. Uber is a new transport system كلنا عارفين Uber طبعا. Uber هو نظام مواصلات جديد. It aims at يهدف إلى having a car أن يكون لديك سيارة on demand تحت الطلب. on demand يعني عند الطلب أو تحت الطلب. on demand to go anywhere عشان تروح أي مكان. This system هذا النظام is used in Cairo مستخدم في القاهرة جيزة and Alexandria. Whether you are heading to your work سواء كنت رايح شغلك أو going on business أو عمل تجاري or for a visit to someone أو حتى إنك تزور شخصا ما Uber connects you with a quick and reliable ride. Uber يوفر لك إيه ركوبة reliable يعني معتمدة أو موثوق بها معتمدة تمام and quick وسريعة. The driver القائد بقى أو السواق knows exactly where to go هو عارف أصلا هيروح فين as لأن هنا as معناها لأن أخذناه من شوية he uses GPS maps بيستخدم خرائط الGPS وGPS اختصار لGlobal Positioning System Global Positioning System. You can pay with either cash or card تقدر تدفع بالكاش أو الكارد. This system النظام ده depends on the internet بيعتمد على الانترنت so you don't have to worry عشان كده مش محتاج انك تقلق as it is controlled لانه يتم التحكم به and followed ويتبع اونلاين على الانترنت. When you have Uber application لما يكون عندك تطبيق Uber on your mobile على التليفون بتاعك you can decide where you are going انت ممكن تقرر انت رايح فين. Then you will have many cars وبعدها تلاقي عربيات كتير to choose from تختار منها. You can easily know how long the journey takes هتقدر تعرف الرحلة هتاخد قد ايه وقت بالضبط and what will you pay وهتدفع قد ايه فلوس. كلمة pay يعني يدفع. Surely بكل تأكيد you will ride a clean car وهتركب عربية نظيفة
which is air conditioned ومكيفة الهواء. In addition بالإضافة بقى the driver القائد the car owner اللي هو أصلا صاحب العربية is a polite person هو إيه شخص polite يعني مهذب polite معناها مهذب مؤدب يعني who is usually highly educated ودايما تعليمه عالي عنده إيه تعليم عالي ومثقف. ننتقل بقى للحل. رقم واحد بيقول GPS maps are related to نقط maps. خرائط الجي بي اس مرتبطة بخرائط ايه؟ خرائط بوكينج الحجز اكيد لا. اونلاين يعني على الانترنت تمشي. اوفلاين يعني من غير نت لا. انريل يعني غير حقيقية لا. يبقى اذا اجابة تكون اونلاين على الانترنت. نمبر 2 بيقول the underlined pronoun you كلمة you تشير الى ايه؟ او الضمير you يشير الى ايه؟ to any ايه؟ درايفر اي سواق. طب نرجع بقى للقطعة كده. هنا بيقول ايه؟ when you have Uber application لما يكون عندك تطبيق اوبر على التليفون بتاعك تقدر تختار انت رايح فين. يبقى اي ايه؟ اي راكب مش سواق مش درايفر طبعا. طيب كار اونر ما هو درايفر بيكون هو الكار اونر يعني صاحب العربية. passenger يعني راكب تمشي system يعني نظام ما تمشيش. اذا الاجابة تكون passenger. رقم 3 بيقول the writer is in favor of not. The writer is in favor يعني بيفضل او في صالح ايه using الايه to travel around the mentioned cities حتى يتجول او يسافر حول المدن المذكورة للقاهرة الجيزة الاسكندرية وهكذا. يبقى بيفضل انه يستخدم الايه اوبر ولا private cars العربيات الملاكي ولا special cars عربيات خاصة ولا driverless cars عربيات بدون سائق. طبعا واضحة خالص اوبر. رقم 4 بيقول the underlined word الكلمة اللي تحتها خط finding. احنا قلنا ان كلمة find كفعل معناها ايه يا شباب مين فاكر؟ يغرم. يبقى finding معناها التغريم الغرامة يعني. in the fifth line في السطر الخامس is closest in meaning to قريبة في المعنى من ايه؟ having a good health ان يكون لديك صحة جيدة اكيد لا طبعا. paying money تدفع فلوس ما هو التغريم معناها دفع فلوس صح. طيب achieving goals تحقيق اهداف برضو لا. using Uber app استخدام تطبيق Uber لا. اذا الاجابة تكون paying money. number 5 Uber users مستخدمو Uber shouldn't be worried of المفروض ما يكونوش قلقانين بشأن ايه getting easily الوصول بسهولة to their destinations لأماكن الوصول. destination اخدناها معناها مكان وصول او وجهة الوصول. because لأن يبقى بيقول مستخدمو اوبر ما يقلقوش المفروض ما يقلقوش بشأن انهم يوصلوا المكان بسهولة. لان ايه بقى the streets are full of traffic jams لان الشوارع مزدحمة لا طبعا عكس المعنى. the uber drivers السواقين بتوع اوبر know how to repair breakdowns يعرف ازاي يصلحوا التعطلات بتاعت العربية. ما تكلمش عن النقطة دي في القطعة خالص. you can easily know how long the journey takes لانك ممكن تعرف بسهولة الرحلة بتاخد قد ايه. طب ايه علاقة ده انك توصل بسهولة مش جاية خالص ده وقت الرحلة. طيب اوبر كارز سيارات الاوبر are linked مرتبطة بالايه to global positioning system بنظام الجي بي اس زي ما قلنا جي بي اس وبالتالي هي الاجابة. ارتباطها بالجي بي اس هيخلي من السهولة انك تروح مكان. رقم 6 بيقول owners of private cars ملاك او صحاب العربيات الملاكي is busy او in busy cities في المدن المزدحمة may face the trouble of ربما يواجهون مشكلة ايه parking انك تركن العربية تمشي extinction معناها الانقراض زي انقراض الحيوانات اكيد لا unemployment البطالة applications التطبيقات. اذا الاجابة تكون parking عملية ركن السيارة. 7 not is one of the Uber driver's personality traits كلمة traits معناها خصائص او سمات خصائص او خصال او سمات واحدة من سمات سوائي الاوبر اللي هو illiterate يعني يكونوا جهلة او غير متعلمين اللي هي بنترجمها بالفصحى امي يعني من الامية وهاستي يعني متعجل مستعجل دايما بيقلب بسرعة لحاجة كده من غير تركيز ولا تأني knowledgeable يعني على علم وعلى معرفة
وكيرلس معناها مهمل. واضحة جدا الإجابة تكون knowledgeable. طيب هي دي كانت موجودة فين في القطع تحديدا؟ كانت موجودة لما قال إيه؟ highly educated. أهي highly educated يعني إيه؟ تعليمه عالي، فهو knowledgeable يعني عنده دراية ومعرفة. ننتقل للإيسي the person I admire. طيب الإيسي ده المفروض إنه 150 كلمة عن الشخص اللي أنت معجب بيه أو تحترمه. فأنا دلوقتي هقرأ وترجم وأطلع الحاجات المهمة سواء كلمات أو جمل. ركزوا معايا بقى. Perhaps you think I am going to write about a football star. ربما تعتقد إن أنا هكتب عن نجم كرة قدم or a famous actor أو ممثل مشهور. These are important people of course. دول ناس مهمين بالطبع. However ومع ذلك I admire Professor مجدي يعقوب. فأنا أحترم الدكتور مجدي يعقوب. For me بالنسبة لي. For me معناها بالنسبة لي. For me. For me بالنسبة لي. بالنسبة لي بقى he's the best role model. قلنا كلمة role model معناها إيه؟ معناها قدوة. فهو أفضل قدوة. He is a great man. فهو رجل عظيم. For everything لكل شيء he has done فعله for mankind للبشرية أو الإنسانية. Mankind. Mankind. Professor مجدي يعقوب was the son of a doctor. كان ابن طبيب. Who had to move to a new town. كان مضطر إنه أو اضطر لأن ينتقل لمدينة جديدة. Every few years. كل إيه شوية سنوات. This helped young يعقوب. وده ساعد مجدي يعقوب لما كان شباب. To adapt. To adapt to بعدها اسم أو verb ing معناها يتكيف مع. Adapt to هو كلمة to لو هنترجمها مع أو بي أو إلى حرف جر غير لكي، تمام كده؟ هتلاقي نفسك تلقائي بتجيب اسم بعدها. Adapt to. Adapt to معناها يتكيف مع. Adapt to بعدها اسم. Different situations مواقف مختلفة. Different situations. When his aunt لما عمته أو خالته died of ماتت بسبب. Die of يعني يموت بسبب. A heart problem مشكلة في القلب أو أزمة قلبية. He decided that he wanted to be a heart surgeon. قرر إنه كان عايز يبقى إيه؟ A heart surgeon جراح قلب. Surgeon يعني جراح. Surgeon. Surgeon. He succeeded in achieving his goal. فهو نجح في تحقيق هدفه. He became a surgeon. فأصبح جراحا. He traveled abroad. سافر بالخارج. And worked with great heart surgeons. واشتغل مع جراحين قلب عظام. In Britain في بريطانيا. And the USA وأمريكا. That gave him a lot of experience. وده اداله خبرات كثيرة. He was part of the team. هو كان جزءا من الفريق أو واحدا من الفريق. That did the first heart transplant. هو كان واحد أو جزء من الفريق اللي قام بأول عملية لزراعة القلب. The first heart transplant. The first heart transplant. Queen Elizabeth II يعني الملكة إليزابيث الثانية awarded him the title منحته لقب. كلمة تايتل يا إما لقب يا إما عنوان كتاب أو جريدة أو مقال وهكذا، ولكن هنا معناها إيه؟ لقب. لقب سير ده لقب بريطاني. For his great achievements لإنجازاته العظيمة. When he retired عندما تقاعد he returned to Egypt رجع مصر and set up وأسس. وخلي بالك set up من الأفعال التصريف الأول والتاني والتالت زي بعض عشان كده ماضي، لان لو مضارع كنا ضفنا اس. يبقى سيت اب اسس مجدي يعقوب هارت فاونديشن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ان اسوان في اسوان. This foundation فهذه المؤسسة. Foundation يعني المؤسسة. Helps people تساعد الناس with heart problems. With heart problems خلي بالك من التعبير ده معناها ذوي المشاكل في القلب اللي عندهم مشاكل في القلب يعني. With heart problems for free مجانا. In my opinion في رأيي بقى Professor مجدي يعقوب is the best example of greatness among people. هو أفضل مثال ونموذج للعظمة بين الناس. He doesn't think of himself. هو ما فكرش في نفسه. عندنا think of أو about معناها يفكر فيه أو بشأن. Think of أو about himself. Instead بدلا من ذلك he thinks how to help the people. فهو يفكر كيف يساعد الناس
of his own country لدولته اللي هي مصر طبعا. He doesn't care for money فهو لا يهتم للمال. He only cares فقط يهتم لأجل إيه؟ saving إنقاذ people's lives حياة الناس. He gives heart patient the hope to live فهو يعطي مريض القلب الأمل لكي يحيا ويعيش. I hope we all do our best. أأمل إن كلنا نبذل قصارى جهدنا to follow his footsteps. ده تعبير مهم. follow his steps يعني يتبع خطواته. يعني يحتذي به يعني. to follow his footsteps. to follow his footsteps. طيب يا ريت تسمعوا المقال ده تاني مرة كمان وتكرروا معايا شفوي. ولو في جمل كده في النص عجبتكم تكتبوها مرة كده بإيدكم وخلاص. نص ساعة كده لذيذة للمقال هيعودكم مع الوقت ازاي تكتبوا مقال بإذن الله. ننتقل للترانسليشن الترجمة. الأول نبدأ بالترجمة من إنجليزي العربي. رقم واحد بيقول The government has carried out many national projects. هناخدها مقطع مقطع. أول مقطع الحكومة The government. يبقى The government معناها إيه؟ الحكومة. سيبكم من الاختياري تحت، الاختياري سهل ولذيذ. هنحفظ الجملة بس الأول مع بعض. عندنا الفعل carry out. carry out معناها ينفذ. carry out معناها ينفذ أو يقوم بعمل. يبقى الحكومة نفذت أو قامت بعمل many national projects. كلمة projects جاية من project معناها مشروع، تمام كده؟ وناشنال معناها قومي، وأنا بترجم في اللغة الإنجليزية الصفة الأول ثم الإيه؟ الاسم، عكس العربي، فأقول مشروع قومي أو الكثير من المشروعات القومية. That aim to، خلي بالكم من الملحوظة دي، aim to أو at. aim to معناها يهدف إلى وaim at معناها يهدف إلى، الفرق في القاعدة، بعدها مصدر aim to، لكن aim at بعدها verb ing أو noun. تمام كده؟ طيب هنا aim to يبقى بعدها مصدر. create معناها يخلق او يوفر، تمام كده؟ create thousands of job opportunities، آلاف من فرص العمل او الوظائف. كلمة opportunities تساوي chances معناها فرص. chances نطقها opportunities and bring about a real development. على بعض bring about a real development معناها تحقق ايه؟ تطورا او نموا حقيقيا. لكن كحرفي bring معناها يحضر، بس هنا المعنى ايه؟ على بعض كده معناها يحقق، فتساوي ايه؟ achieve a real development تنمية حقيقية. الاختيار A بيقول نفذت الحكومة العديد من المشاريع القومية. لغاية هنا سليمة. The government has carried out many national projects التي تهدف إلى that aim to خلق آلاف من فرص العمل create thousands of job opportunities وتحقيق استثمار. الغلطة هنا محتاجي إيه؟ development معناها تنمية صح؟ لكن استثمار معناها إيه؟ investment معناها استثمار. يبقى كده الغلطة في A في كلمة استثمار. في بي بيقول نفذت الحكومة العديد من المشاريع المحلية، يعني هي تمشي بس القومية أفضل، التي تهدف إلى خلق آلاف من فرص العمل وتحقيق تنمية حقيقية. دي تمشي إلا لو لقيت كلمة المحلية تبقى القومية، تسيبها للآخر. في سي بيقول نفذت الحكومة العديد من المشاريع القومية التي تهدف إلى خلق آلاف من فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة. هي مستدامة معناها sustainable زي ما اتفقنا، sustainable، لكن هنا فوق مالش sustainable، الريل يعني حقيقي. طيب في دي بيقول نفذت الحكومة العديد من المشاريع القومية التي تهدف إلى خلق آلاف من فرص العمل وتحقيق تنمية حقيقية. اتفقنا كلمة محلية اسمها local أفضل، تمام؟ ولكن لو ما كناش لقينا كلمة القومية كنا نختارها، لكن لقينا القومية، إذا الإجابة هتكون إيه؟ هتكون دي. في بي هنستبعد بي عشان المحلية. إذا الإجابة هتكون دي، نفذت الحكومة العديد من المشاريع القومية التي تهدف إلى خلق آلاف من الفرص العمل وتحقيق تنمية حقيقية. بالإنجليش كمان مرة، The government has carried out many national projects that aim to create thousands of job opportunities and bring about a real development.
رقم اتنين بيقول production. production معناها الانتاج. production انتاج. يبقى الانتاج must go side by side. المفروض يسير جنبا الى جنب side by side with global quality. كلمة quality هنا معناها جودة. كلمة global قلناها من شوية اللي هي في الجي بي اس. global معناها عالمي. تمام كده؟ we should improve. علينا ان نحسن our local products. منتجاتنا المحلية to compete. compete معناها ينافس. اللي جاية منها competition منافسة. in the global market في السوق العالمية. طيب الاختيار A بيقول لابد أن يسير الإنتاج جنبا إلى جنب. production must go side by side. سليمة. مع الجودة العالمية اللي هي global quality. سليمة. وعلينا تحسين منتجاتنا. we should improve our إيه؟ our local products. منتجاتنا المحلية للمقارنة. الغلطة هنا. للمنافسة. لكي ننافس. to compete. ما قالش to compare. كلمة compare معناها يقارن. خلاص. طيب في بي بيقول لا يمكن أن يسير. لا يمكن. لا خلاص. أول القصيدة كفر. في سي بيقول لابد أن يسير الإنتاج جنبا إلى جنبا مع الجودة العالمية. لابد أن يسير الإنتاج جنبا إلى جنب مع الجودة العالمية. production must go side by side with global quality. سليمة. وعلينا تحسين منتجاتنا المحلية للمنافسة في السوق العالمية. لغاية هنا مفيش غلطة صح؟ يبقى سي احتمال صح. في دي بيقول لابد أن يسير الإنتاج جنبا إلى جنب مع الجودة العالمية. وعلينا تقليل. هو قال إيه؟ قال we should improve. improve معناها يحسن. لكن تقليل اللي علينا تقليل we should decrease. نقلل. يبقى decrease معناها يقلل. إذا الإجابة هتكون سي. هنقولها تاني بالعربي وبالإنجليش. لابد أن يسير الإنتاج جنبا إلى جنب. هنقولها ازاي؟ production must go side by side. لازم تحفظوا بالطريقة دي يا شباب عشان تتعلموا وتقولوا جملة. كمان مرة. production must go side by side مع الجودة العالمية. مع الجودة العالمية. نقولها ازاي بالإنجليش؟ يبقى with global quality. with global quality. وعلينا تحسين. نقولها we should improve. we should improve. منتجاتنا المحلية our local products للمنافسة في السوق العالمية. نقولها لكي ننافس. يبقى to compete in the global market. رقم 3 بيقول food shortage. shortage معناها نقص. ماشي. shortage يعني نقص. food shortage. disease والمرض. and poverty جاي من poor يعني فقير. يبقى الفقر. poverty are real obstacles. هي حقا ايه؟ او هي عقبات حقيقية. عقبات. يبقى obstacle يعني عقبة. هتاخدها في ثالثة سنة. obstacle that can hinder. التي يمكن أن تعيق توقف تبطئ. تعيق اللي hinder the progress يعني تقدم. الجملة دي مليانة كلمات بس نركز. تقدم of any society لأي مجتمع. طيب هنعيد بالراحة كده عشان نحفظ الكلمات. A بيقول يعتبر نقص الغذاء. نقص الغذاء اللي هو ايه؟ food shortage والمرض اللي هو disease والفقر poverty عقبات حقيقية اللي هي real obstacles. طب فين يا مستر R؟ ما هو بص عندك لما تلاقي في العربي ما فيش فعل في الانجليش verb to be. زي انا علي في الانجليش اسمها انا اكون يبقى I am. فهنا عقبات تكون مش هنترجمها بالعربي. عقبات قلنا يعني obstacles. يمكن أن تعيق التقدم. تعيد يعني إيه؟ يعني replay مثلا. restore تعيد. يعيد حاجة. return التقدم اللي هي progress في أي مجتمع of any society. بي بيقول يعتبر نقص الغذاء والمرض والفقر. food shortage disease and poverty. ما لهم بقى؟ عقبات حقيقية. يبقى real obstacles. يمكن أن تعيق. That can hinder التقدم. يبقى كده the progress of any society. يبقى كده بي سليمة. في سي بيقول يعتبر نقص الغذاء والمرض والفقر. food shortage disease and poverty اللي هو الفقر. عقبات حقيقية. هتكرر عشان تحفظه. real obstacles يمكن أن تسبق التقدم.
تسبق يعني precede. Precede يعني تسبق. هو بيحتاج يقول ايه؟ تعيق، اللي هي hinder، اللي هي ايه يا شباب؟ hinder. طيب في دي بيقول يعتبر نقص الغذاء اللي هي food shortage، والمرض اللي هو disease، والفقر اللي هو poverty عقبات حقيقية real obstacles يمكن أن تعيق that can hinder the progress التقدم of any society. society مش دولة، دولة يعني country. هو قالها فوق ايه؟ society يعني مجتمع. إذا الإجابة هتكون بي، يعتبر نقص الغذاء والمرض، قلنا الغذاء يعني food والمرض disease والفقر poverty عقبات حقيقية real obstacles يمكن أن تعيق، قلنا تعيق يعني hinder التقدم progress في أي مجتمع اللي هو society. ننتقل للترجمة من عربي لإنجليزي. بيقول لك في رقم واحد من أنواع العطاء التبرع بالدم لإنقاذ مريض أو مصاب في حادث. بصوا هناخد الاختيار A ونبني عليه ونطلع الأخطاء ونصحح. في A بيقول blood donation. يعني blood donation معناها التبرع بالدم، تمام كده؟ هتقول لي لا، هو قال من أنواع العطاء التبرع بالدم، عادي في تقديم وتأخير شبه عندنا كده، وما على الرسول إلا البلاغ، مبتدأ مؤخر الحاجات دي، فمش مشكلة. يبقى التبرع هنا المبتدأ المفروض نبدأ بيها، التبرع بالدم، يبقى blood donation. blood donation blood donation سليمة. هي تكون من أنواع العطاء، يبقى is useless. useless يعني عديم الفائدة، عديم الفائدة، صح؟ دي أول غلطة. method يعني طريقة أو أسلوب. to save a patient لكي تنقذ مريضا، or an injured accident أو حادثة مصابة مش جاية خالص. يبقى كده كده إيه؟ في إيه أخطاء كتيرة. في بي بيقول blood donation التبرع بالدم is considered يعتبر one of great deeds واحدة من الايه؟ الافعال الجيدة، افعال عظيمة. that save a patient التي تنقذ مريضا، or a person او شخصا injured مصابا in an accident في حادثة. يعني بصوا هو مش ترجمة حرفي للي فوق خالص، ولكن تدينا نفس المعنى. لو لقينا ترجمة حرفي ومعناها سليم هنختارها، ما لقيناش هنختار بيه. في سي بيقول saving a patient إن إنقاذ مريض، or the injured أو مصاب in accidents is great job. في غلطة هنا بقى في great job، رغم إن لو ترجمتها تمشي. job ده إيه؟ ده عمل، ده مفرد، وبالتالي محتاج is a great job، يبقى في خطأ هنا. كمان في نقص في المعلومة، فوق قال التبرع بالدم، فين blood donation؟ فين التبرع بالدم؟ blood donation التبرع بالدم. طيب في دي بيقول to save the injured لكي تنقذ المصاب، or patients أو المرضى، تمام كده؟ in hospitals في المستشفيات we donate blood نحن نتبرع بالدم. كلام سليم، بس برضو ما تكلمش عن الحادثة والحاجات دي كلها. إذا أقرب معنى سليم لواحد اللي هي، إذا نقدر نقول إن الترجمة هنا مش زي المعتاد، الترجمة هنا مش حرف يا شباب. blood donation is considered one of great deeds يعتبر واحدا من الأفعال العظيمة that save a patient التي تنقذ مريضا، or a person أو شخصا injured in an accident يعني تصاب في حادثة. رقم 2 بيقول تولي الحكومة المصرية اهتماما عظيما لتحسين معيشة المواطنين في كل ربوع مصر، خاصة في الريف والعشوائيات، وتعتبر مبادرة أو مبادرة حياة كريمة خير دليل على ذلك. طيب الاختيار A بيقول the Egyptian government الحكومة المصرية. لغاية هنا سليمة. تولي الحكومة المصرية، هنبدأ بالحكومة المصرية الأول، لازم نحول الجملة الفعلية الإسمية، لأن في الإنجليش مفيش جملة فعلية غير لو سؤال بهل أو إيه جملة أمرية. the Egyptian government الحكومة المصرية pays great attention to. عندنا تعبير على بعض اسمه pay attention to معناها يولي اهتماما، يبقى دي سليمة. احفظوا معايا التعبير ده، pay a great attention مثلا، a great attention، وممكن اشيل الا عادي، attention to، يبقى يولي اهتماما عظيما ب. improving وبعدها اسم سليمة. improving يعني تحسين، هو قال فوق اللي تحسين صح، the lives حياة، the lives اللي جمع life of citizens المواطنين in all countries of Egypt في كل دول مصر. هو مصر جواها دول؟ لا طبعا، يبقى ربوع مصر مش دول مصر، يبقى اول غلطة.
especially خصوصا the countryside, الريف and slums والأحياء الشعبية أو العشوائيات يعني. Decent Life Initiative, فمبادرة حياة كريمة. Decent Life Initiative, Decent Life Initiative, مبادرة حياة كريمة. Is the best proof, proof معناها إثبات أو دليل, إثبات أو دليل of that. يبقى الجملة كلها سليمة إلا countries. في بي بيقول The Egyptian government, الحكومة المصرية, pays great attention to, تولي اهتماما عظيما ب, improving the lives, تحسين حياة of citizens, المواطنين, in all parts, في كل أجزاء مصر. ما هي نفس معنى ربوع, هي نفس المعنى, يبقى هنا سليمة لغاية دلوقتي. Especially, خصوصا, the countryside, الريف and slums, والعشوائيات. Decent Life Initiative, مبادرة حياة كريمة, is the worst proof, هي أسوأ إثبات, أسوأ إثبات لهذا. لا مش أسوأ, هو قال إيه يا جماعة, قال إيه, خير دليل, يعني حاجة حلوة يعني. إذن هنا خطأ في worst. طيب في C, إحنا لو اخترنا بيها نتحبس يعني من الآخر كده. في C, the Egyptian government, الحكومة المصرية, pays great attention to improving the lives of citizens, تحسين حياة المواطنين, in all parts of Egypt, especially خصوصا the countryside, the reef and slums, والأحياء الشعبية أو العشوائيات. فdecent life initiative, مبادرة حياة كريمة, is the best, هي أفضل إثبات لذلك. وقالها خير دليل, ما هي خير يعني best, يبقى إذن سي سليمة. في دي بيقول the Egyptian government, الحكومة المصرية, pays great attention to, تولي اهتماما عظيما ب, هو قالها attention وانا قلتها attention وهي مكتوبة intention, فنركز هنا. intention معناها ايه؟ معناها نية, ما نغلطش ونقع زي ما انا وقعت كده, فهنعديها فنلاقيها سليمة, نقول ايه المشكلة بقى؟ يبقى intention معناها نية, يبقى الغلطة هنا خلاص ما نكملش بقى. اذا الاجابة هتكون C, the Egyptian government, الحكومة المصرية, pays great attention to, لإهتماما عظيما, to improve, لتحسين, the lives of citizens, حياة أو حيوات المواطنين, in all parts of Egypt, في كل أنحاء مصر أو ربوع مصر أو أجزاء مصر, especially خصوصا the countryside, the reef and slums, والأحياء الشعبية. Decent Life Initiative, مبادرة حياة كريمة, is the best proof of that, هي أفضل أو خير إثبات ودليل لذلك. آخر سؤال رقم 3 في الترجمة بيقول الأسرة الناجحة أساس المجتمع الناجح, فالأسرة تعلمنا كيف نكون أعضاء صالحين ومفيدين لمجتمعاتنا. طيب الاختيار A بيقول A successful family, الأسرة الناجحة, تمشي تقول لا مصر قال الأسرة فتبقى ذا, لا طالما بنتكلم بشكل عام حتى لو قال ال في اللغة الإنجليزية بننكرها بآ أو آن. A successful family معناها أي أسرة ناجحة. Is the resource, كلمة resource معناها منبع أو مورد, تمام كده, منبع أو مورد, فمش منطقي هنا شوية. Of a successful society, للمجتمع الناجح, society. The family, فالأسرة, teaches us how to be good and useful members, تعلمنا كيف أن نكون أعضاء صالحين ومفيدين for our societies, لمجتمعاتنا. يبقى المشكلة الوحيدة كلمة مين, resource اللي هي مورد. نقول مثلا المياه مورد من موارد الطبيعة, ما نقولش هنا مثلا أساس, أساس لها معنى تاني. كلمة أساس ممكن أقولها base أو basis أفضل منها, أو كلمة foundation هتقابلنا قدام يعني أساس أو تأسيس, foundation. طيب رقم B بيقول A successful family is the foundation, قالها هي أساس إيه, of a successful society, للمجتمع الناجح, لغاية هنا سليمة. The family teaches us how, فالعائلة تعلمنا كيف to be good and useful members, كيف نكون أعضاء مفيدين وصالحين أو جيدين. From, من مجتمعتنا, إزاي من مجتمعاتنا, لا لمجتمعاتنا, يبقى for, يبقى الغلطة في from, حرف الجر. في C بيقول A successful family, العائلة الناجحة, is the foundation of a successful society. The family teaches us how to be good and useful numbers, هو قال members يعني أعضاء, يبقى numbers معناها أرقام, خطأ. يبقى إذن إجابة هتكون D, A successful family is the foundation of a successful society. The family teaches us how to be good and useful members for our societies, يبقى إذن B هتكون سليمة 100%.
وبكده نكون خلصنا الفيديو الطويل ده، ولكن ده لمصلحتكم زي ما اتفقنا. أشوفكم على خير في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.